أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون الا بعهد من الله عز وجل. الحديث الخامس يتضمن ذكر الوصيه التي نزلت من السماء كتابا مسجلا على رسول الله محمد صلى الله عليه واله. وفي هذه الوصيه بيان وظيفه كل امام من الائمه عليهم الصلاه والسلام فكل واحد منهم لما كان يقوم بالامر كان يفك الختم الذي يرتبط بوظيفته ويقرا ما في هذه الوصيه ويعمل بها في هذا الحديث الخامس من احاديث هذا الباب من كتاب الكافي الشريف عن حريز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما أقل بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض مع حاجة الناس إليكم فقال إن لكل واحد منا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدته فإذا انقضى ما فيها مما أمر به عرف أن أجله قد حضر فأتاه النبي صلى الله عليه واله ينعى إليه نفسه وأخبره بما له عند الله. إلى آخر الحديث الشريف. حريز وهو من خُلَّص أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسأل الإمام الصادق انه لماذا أعماركم قصيرة؟ احنا اذا نلاحظ مجموع الأئمة باستثناء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، سائر الأئمة أعمارهم قصيرة شيخ الأئمة يعني أسنهم وأكثرهم عمرا الإمام الصادق وعمر خمسة وستين عاما فقط الإمام أمير المؤمنين عمر ثلاثة وستين عاما الإمام الجواد عمر خمسة وعشرين سنة الإمام العسكري عمر ثمانية وعشرين عاما إما أعمارهم لم تكن بالطويلة وإنما أعمارهم قصيرة السحاريز كان في زمان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الأئمة الذين كانوا قبل الإمام الصادق بين الأربعين والخمسين والستين. لماذا أعماركم قصيرة؟ هذا في جوابان، الجواب الظاهري هو أن الظالمين قتلوهم، سموهم. هذا الجواب يتعلق بالظاهر. وأما الجواب الواقعي أن الله سبحانه وتعالى قضى لهم بهذه الأعمار، وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. أما نجي إلى الأمر الظاهري، الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يقومون بامر الله سبحانه وتعالى. والذي يقوم بامر الله سبحانه وتعالى يعارضه الظالمون. لان الظالمين يريدون مصالحهم. ويرون الائمه عليهم الصلاه والسلام عائقا دون مصالحهم. ليس الائمه فقط، حتى الانبياء. تشوف الانبياء اما كانوا يقتلون أو كان يراد قتلهم. بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه واله ليثبتوك أو يقتلوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك. إذا احنا نريد نجمع الأسباب الظاهرية يمكن نحصرها في أربعة أسباب. السبب الأول أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يبينون الأحكام الواقعية ولو لخلص أصحابهم مع مراعاة التقية الشديدة إلا أن البعض كان يذيع أسرارهم بل كان هناك من يفتري عليهم تقربا لسلاطين الجور مثلا الإمام الكاظم سجن إلى أن سم في السجن, في السجن فمات مسمومة لماذا؟ لأن كانت هناك وشاية عليه البعض وشوا عند هارون العباسي بأن موسى بن جعفر يجمع السلاح والأنصار ليخرج عليك هذا السبب الأول السبب الثاني حسد الظالمين منهم يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على وأحيانا الحقد بالنسبة إليهم كانوا يحقدون على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ نكير سيفه وتنمره في ذات الله كما قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبته في الدفاع عن الرسول أمير المؤمنين قاتل في بدر وأحد والخندق وحنين وغيرهن وقتل بسيفه مجموعة من أبطال المشركين هؤلاء كانوا كبار قوم هؤلاء القوم ولو أسلموا بعد ذلك ظاهرًا وبعضهم اسلم نفاقا الا ان الضغينه والحقد كان في قلوبهم فبعضهم حسدا وبعضهم حقدا السبب الثالث ان الظالمين كانوا يشعرون ويدركون انهم قد غصبوا حق الائمه ولذلك كانوا في خشيه دائمه منهم يدري ان هذا هو صاحب الحق ولعله في يوم من الايام يقوم لاخذ حقه، فلذا كانوا في خوف دائم منهم، وايضا كانوا يرون التفاف الناس حولهم، لذلك كانوا يخشون منهم، صحيح الائمه عليهم الصلاه والسلام من بعد الامام الحسين عليه السلام لم يجردوا السيف، لكن الظالمين كانوا في خشيه منهم، لعله في يوم من الايام يجرد سيفه وأحيانا لمصلحة بقاء الدين كانت ترفع التقية عنهم، مثلا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام رأى أن الدين يوشك أن يزول، فهنا رفعت التقية عنه، ولذلك قاتل حتى قُتل، وأسباب أخرى مجموع هذه الأسباب كانت سببا لان يحيك الظالمون المؤامرات ضد الائمه يقتلوهم بالسيف تاره وبالسم تاره اخرى هذا السبب الظاهر ولكن السبب الواقع الموت والحياه بيد الله سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الله يتوفى الانفس الله سبحانه وتعالى يأمر ملك الموت بقبض الأرواح هذا هو السبب الواقعي للموت والله سبحانه وتعالى قدر للأئمة عليهم الصلاة والسلام هذه الأعمار بل لغيرهم أيضا في هذا الحديث الشريف الإمام يبين السبب الواقعي أن كل إمام له مهمة الله سبحانه وتعالى اوكل له هذه المهمة. فإذا أدى المهمة الله سبحانه وتعالى يختاره إلى جواره. مثل الرسول صلى الله عليه واله الرسول كانت له مهمة تبليغ الدين. فلما بلّغ الدين بأجمعه وكان آخر فريضة هي الولاية يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد ذلك نزلت الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. مهمه الرسول الذي كلف بها قد اداها. الله سبحانه وتعالى يقول اديت مهمتك وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الائمه لم يخلقوا لهذه الدنيا لكن الله رحمه بالعباد انزلهم الى هذه الدنيا ليؤدوا مهمه فاذا ادوا تلك المهمه الله سبحانه وتعالى قبضهم الى جواره هذا هو السبب الواقعي المهمة تنتهي بفترة قصيرة بمجرد أن تنتهي هذه المهمة الله سبحانه وتعالى يقبض الإمام إلى لقائه الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام وعمره خمسة سنة أدى المهمة الله قبضه إليه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المهمة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى إليه أن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً وسائر المهمات هذه المهمة لا زال ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى في أدائها الله سبحانه وتعالى الآن أمره بالغيبة فلذلك ما دام لم يؤدي هذه المهمة والله سبحانه وتعالى لم يأذن له بالظهور الله سبحانه وتعالى يبقيه عمره ألف سنة ألفين سنة ثلاثة آلاف سنة خمسة آلاف سنة القدرة بيد الله سبحانه وتعالى القدرة لله مثل نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى أرسله لمهمة إلى أن هذه المهمة أنجزها طول تسعمية وخمسين سنة في قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان هاي جزء من المهمة قبل الطوفان 950 سنة. جزء آخر من المهمة بعد الطوفان حسب ما يظهر من بعض الروايات أن مجموع عمر نوح قبل الطوفان وبعد الطوفان أكثر من 2500 عام. لأن هذه المهمة التي أوكلت إليه تحتاج إلى هذا الزمان الطويل. ثم الإمام الصادق يبين في هذا الحديث مصداق من مصادق المهمة التي أوكلت للأئمة وهو بيان المهمة التي أوكلت للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هسه أول نقرأ هذا المقطع الأول ثم ننتقل إلى هذا المثال الذي يذكره الإمام الصادق عن حريص قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما أقل بقاءكم أهل البيت هذا تعجب يعني شنو السبب؟ أتعجب من أن أعماركم قصيرة وأقرب آجالكم يعني آجالكم قريبة ليست بعيدة أجل السابق مع أجل اللاحق الفاصلة قليلة جدا وأقرب آجالكم بعضها من بعض مع حاجة الناس إليكم الناس يحتاجون إليكم فقال ان لكل واحد منا صحيفه، ذكرنا في الحلقات الماضيه انه في احد الاحاديث ورد ان الصحيفه نزلت كتابا مسجلا، الكتاب المسجل يعني صحف صحيفه 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 في سجل واحد ان لكل واحد منا صحيفه فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدته يعني المدة الذي الله سبحانه وتعالى أمره بالقيام بأمر الله في الأرض فإن فإذا انقضى ما فيها مما أمر به إذا خلص المهمة عرف أن أجله قد حضر فأتاه النبي صلى الله عليه وآله ينعى إليه نفسه هسه النبي صلى الله عليه وآله كيف يأتيه هل يأتيه في المنام؟ هذا احتمال. هل يأتيه في اليقظة بجسمه المثالي؟ هذا احتمال. هل يأتيه بجسمه العنصري؟ هذا احتمال آخر، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فأتاه النبي ينعى إليه نفسه وأخبره بما له عند الله. ينعى إليه نفسه يعني يخبره بأن أجله قد حان، لأن النعي شنو هو؟ النعي بمعنى خبر الموت، هذا هو النعي. نُعيت إلي نفسي يعني أخبرت بأني سأموت قريبا. زين، لماذا يخبره النبي؟ تشريفا له. وأيضا لكي يؤدي الأمانة ومواريث النبوة والوصية. ويوصي الى الامام الذي من بعده والى عامه الناس يهيئ نفسه للموت واخبره بما له عند الله الانسان لا يهاب الموت اذا كان مؤمنا لكن احيانا الانسان عند احبه ويصعب عليه فراق الاحبه في الحديث الشريف هول المطلع او المطلع وفراق الأحبة، الإمام الحسن في هذا الكلام أنه لا يخاف الموت لكن يبكي لهول المطلع، المطلع يعني الله سبحانه وتعالى الذي يطلع على كل شيء، أو هول المطلع يعني هول القيامة وفراق الأحبة، لكن حينما يُخبر بما له في الاخره وما اعده الله سبحانه وتعالى. فهنا تطيب نفسه بفراقهم. واخبره بما له عند الله، هذا المقطع الاول من الحديث. المقطع الثاني بالنسبه للامام الحسين عليه الصلاه والسلام. الامام جميع المهمه التي في الوصيه اداها، لكن بقي شيء وقتل. زين هذا الشيء اللي بقي من مهمه الامام الحسين عليه السلام وقد قتل كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد من الامام الحسين مهمه أدى اكثر هذه المهمه، وبقي جزء من هذه المهمه والامام قتل كيف؟ لان المهمه الباقيه الله سبحانه وتعالى جعلها للامام في رجعته. حينما الله سبحانه وتعالى يحييه. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. في التفسير أن المراد بها الرجعة قبل يوم القيامة. ففي الرجعة يحشر مجموعة من المؤمنين فقط ومجموعة من الذين يكذبون بالرحمن. من محض الإيمان محضه ومن محض الكفر محظى يرجعون إلى هذه الدنيا أما المؤمن ليرى كرامة الله عليه في الدنيا قبل الآخرة وأما من يكذب ليرى هوانه في الدنيا قبل أن يرى هوان الآخرة ولذا هنا الإمام الصادق يقول في هذا الحديث وأن الحسين عليه السلام قرأ الصحي صحيفته التي اعطيها. زين لماذا الامام ذكر خصوص الامام الحسين عليه الصلاه والسلام؟ لان مصيبه الامام الحسين كانت اعظم المصائب. وابشع المصائب. واكثرها ايلاما. فاراد الامام الصادق يبين ان الله كما عوض الامام الحسين في الاخره عوضه في الدنيا بتعويضين فالتعويض يتعلق بالاخرين ان الله عوض الحسين عن قتله بان جعل الائمه في ذريته واستجابه الدعاء تحت قبته وال والشفاء في تربته واعمار زائريه وزياره الزائرين لا تعد من اعمارهم ذاهبا وجائيا هذه تعويضات نالها الحسين في اخرين في ابنائه وذريته في زواره بالنسبه الى نفسه في الاخره الله سبحانه وتعالى الحقه بدرجه رسول الله ان لك درجه لا تنالها الا بالشهاده لكن شنو هو التعويض الدنيوي للامام الحسين عليه السلام التعويض الدنيوي سيكون في الرجعه وفسر له ما ياتي بنعي يعني الحوادث التي قدرها الله سبحانه وتعالى واخبار موته وموت اعزته بتلك الطريقه كانت مكتوبه في تلك الوصيه وبقي فيها اشياء لم تقضى يعني من مهمة الإمام الحسين كانت هناك أشياء الإمام الحسين لم يؤدها إلى أن قُتل فخرج للقتال، زين شنو هذه الأمور التي بقيت؟ الإمام الصادق يبين مثال واحد منها أن الملائكة تنصر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام زين هذه من الامور التي كان قد بقي كانت قد بقيت في الوصيه. الملائكه مره نزلوا على الامام الحسين فلم ياذن لهم. صعدوا الى السماء. نزلوا مره ثانيه وقد قتل الامام الحسين عليه السلام. الملائكه قالوا يا ربنا احنا مهمتنا ان ننصر الامام الحسين وقد قتل، ماذا نفعل؟ قال لهم ابقوا عند قبره. ولهم مهمة في الروايات قد بينت تلك المهمة، وفي هذه الرواية أيضا إحدى مهماتهم قد بينت فإذا خرج يعني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يحظى يظهر يملأ الأرض قسطا وعدلا إلى أن تنقضي مدته لأن الجميع يموت، الله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت، إلى أن ينقضي عهد الإمام المهدي، يؤدي المهمة، فتنشق الأرض، ينشق قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ويخرج من قبره، الله يحييه. وهناك الملائكة الذين كانوا قد لزموا قبره ينصرونه ويحكم فترة طويلة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإمام الصادق هنا يقول: وكانت تلك الأمور التي بقيت، يعني من تلك الأمور بعضها أن الملائكة سألت الله في نصرته فأذن لها ومكثت تستعد للقتال وتتأهب لذلك التأهب هو التهيؤ للسير والاستعداد هو التهيؤ مطلقا لأنه في أحاديث غزوة بدر وأحد يتبين أن الملائكة يستعدون مثلا في أحاديث غزوة بدر أكو في الحديث أن جبرائيل كان على فرس و روي أن عليه كان أداة حرب وروي أنهم سمعوا قعقعة السلاح في الجو هذا تأهب الملائكة حقيقة شنو هي إحنا لا نعلم بس بالمقدار الذي بين لنا في الأحاديث الملائكة استعدت للقتال حتى قُتِل فنزلت وقد انقطعت مدته هذا النزول الثاني لأنه المرة الأولى نزلت الإمام الحسين كان يعلم أن الله يحب أن يُقتل الحسين لذلك لم يأذن لهم، المرة الثانية لما نزلوا وجدوا أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قد قُتِل فقالت الملائكة يا رب أذنت لنا في الانحدار يعني في النزول إلى الأرض وأذنت لنا في نصرته فانحدرنا وقد قبضته سبقنا قضاءك فأوحى الله إليهم أن الزموا قبره حتى تروه وقد خرج فانصروه زين هالمدة من يوم استشهاد الإمام الحسين إلى يوم خروجه مش قد تطول الله أعلم وَبُكُوا عليه وعلى ما فاتكم نصرته وعلى ما فاتكم من نصرته زين هالفترة الملائكة ماذا يفعلون الأحاديث تبين في هذا الحديث مبين جانب واحد أنه يبكون على الإمام الحسين على الإمام الحسين ويبكون على أنهم لم يتمكنوا من نصرته ولكن هناك في الأحاديث بينت وظائف أخرى لهم بشكل مختصر نذكر هذه ال مهام وقد ذكرها سيدنا العم حفظه الله تعالى في كتاب فقه السائرين والزائرين مأخوذا من الروايات في كامل الزيارات والتهذيب والكافي منها السلام على الزائرين أي زائر الإمام الحسين يسلمون عليه يمسحون وجوه الزائرين يمسحون وجوههم بأيدي الزائرين الملائكة يصافحون الزائرين ويحفون بأجنحتهم زوار الحسين ويباركون للزائرين ويدعون للزائرين، ويحفظونهم من الشياطين والجن والانس حتى يرجعون، ويبلغون سلام الله تعالى وسلام رسول الله الى الزائرين، ويستغفرون للزائرين، ويكتبون اسماءهم واسماء ابائهم وعشائرهم وبلدانهم، ويسمون وجوههم يعني وجوه الزائرين بميسم او ميسم من نور الله عز من, من نور عرش الله عز وجل، ويودعون الزائرين، ويعودون مرضاهم ويشهدون جنازتهم ويحضرون غسلهم وأكفانهم ويكتبون حسنات الزائرين ولا يكتبون سيئاتهم فإذا أراد الحفظ أن يكتبوا على زائر الإمام الحسين سيئة قالت الملائكة للحفظة كفوا فيكفون فإذا عمل حسنة قالوا لهم اكتبوا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ثم إن هؤلاء الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى وثواب عبادتهم تكتب لزوار الإمام الحسين صلاتهم تعادل ألف صلاة من صلاة الآدميين ثوابها تكتب لزوار الإمام الحسين وغير ذلك كثير زين فإنكم الله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة الذين نزلوا لنصرة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولم يتمكنوا من نصرته لأن الله قد قبضه إليه فإنكم قد خصصتم من نصرته وبالبكاء عليه فبكت الملائكة تعزيا وحزنا على ما فاتهم من نصرته فإذا خرج يكونون أنصاره هناك بعض الروايات المعتبرة الكثيرة هذه تدل على أن هؤلاء الملائكة حينما يظهر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يكونون معه والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يحكم ويحكم ويحكم سنوات طوال في بعض الحادث إلى أن يبيض حاجبه وينزل على عينه فيشد الحاجب بعصابة يعني هذه كناية عن طول العمر أما الرجعة فهي بقدرة الله وإحنا أحاديثنا حول الرجعة كما يقول العلامة المجلسي مئتي حديث في أربعين مصدر يعني فوق التواتر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويوفقنا أن ندرك ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لنكون من انصاره واصحابه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين